تجديد الرخصة يعني استمرارية العمل، يعني استمرارية تقديم خدماتنا لجمهور المشتركين بأفضل التكنولوجيا وأفضل الخدمات وأنسب الأسعار بإذن الله. المنافع طبعا إدخال تكنولوجيا متقدمة، هي رخصة بتنظم عملنا بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة. هناك علاقة منظمة ما بين الوزارة وهي منظمة القطاع وبين الشركة. بالنسبة للأسعار طبعا احنا دائما كان هناك إشراف لوزارة الاتصال على الأسعار في الخدمات الغير تنافسية، وبالتالي سيكون أيضا هناك دور دائما حيوي في تنظيم الأسعار الغير تنافسية الموجودة في السوق، وهذه الرخصة مرنة تتجاوب مع كافة المتغيرات في تكنولوجيا الاتصالات على مدى 20 عام القادمة. وزارة الاتصالات هي راعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وبالتالي هي تقوم بمتابعة أن يحصل المواطن على الخدمة الأفضل بالسعر الأنسب، وبالتالي أصبح دور الوزارة واضح جدا في عملية المراقبة الإدارية والفنية على الشركات. ونتحدث عن شركتين الآن، نتحدث عن شركة الاتصالات الثابت ونتحدث عن شركة الاتصالات الخلوية جوال، وبالتالي أصبح بإمكان الوزارة أن تتدخل عندما يلزم التدخل.